السيدات السادة ممثلي الهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية والحركات الاجتماعية الحديثة للطبقة العاملة. تظاهرات فاتح ماي ديال هاد السنة كتجي بطعم معاناة ديال المواطنين من استمرار المواجهات ديال الغلاء وارتفاع الأسعار وضرب القدرة الشرائية. وبالنسبة للكونفدرالية هي محطة ديال ليس للاحتفال، محطة الاحتجاج على هذا الوضع، والاحتجاج على تملص الحكومة من التزاماتها كباقي الحكومات. مرة أخرى الحكومة كان من المفروض وكان واجب عليها لأنها وقعت على اتفاق 30 أبريل أن تعمل على زيادة عامة في الأجور ديال الموظفين، وأن تراجع تخفف الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء والموظفين مراجعة الأشطور، وأن تعمل على الدرجة الجديدة في القطاع. أنا كانت عندها العديد من الالتزامات اللي ما ترجمتهاش. إذن اليوم إحنا حتى في اللقاء الأخير ديال دورة أبريل احتجينا على عدم الوفاء ديالها، وهي مطالبة وألحينا على أنه اللحظة اليوم كتفرض على الحكومة زيادة عامة في الأجور، وكتفرض تخفيف الضريبة على الأجراء الموظفين، وكتفرض أيضا دعم استثنائي خاص في هذه المرحلة لآلاف بل ملايين من الأسر يعانون غير قادرون على مواجهة تكاليف الحياة. يقدموا لهم واحد المنحة استثنائية باش ديال الكرامة. المواطن اليوم ما بغيش الصدقة، بغي الكرامة، خاص واحد دعم من الميزانية العامة كما وقع في مرحلة ديال كوفيد 19. وحنا كنسألوا اليوم هذه اللحظة ديال الصندوق للكونفدرالية الديمقراطية، الصندوق ديال تدبير مرحلة كوفيد، اللي طلبنا يبقى صندوق دائم وكي يقدم أجوبة ملموسة للمغاربة في ظل الأزمات. حنا اليوم أزمة تبع أزمة، والحكومة لا ما هيش هنا. الحكومة للأسف خطاب الإكراهات وخطاب التبريرات لا يجدي. اليوم المغاربة ينتظرون أجوبة، ينتظرون إجراءات ملموسة. أما أنه انتظروا المغاربة، تيقولوا المغاربة انتظروا، الطبقة العاملة انتظروا إلى السنة المقبلة، فهذا غير مقبول. لهذا فهذه الحظة كما قلت ديال الاحتجاج. فيما يتعلق بالتقاعد، ما يحضر هو خطير وسيمس أحد المكتسبات، وسنواجه وسنتصدى لهذا المشروع لأنه ما يمكنش نقبله من الحكومة أنها تسرق من أعمار الموظفين الأجراء وتسرق من جيوبهم.